خرابة جميلة قوي. هو مهجور اي نعم، بس والله جميلة. لو كنت عشت فيه ما كنتش قلت كده. انت ما بتحبيش المكان ده؟ انا خلاص ناوي امشي من هنا اول ما الاقي بيع على نصيبي ونصيب سلمى في الارض. ليه؟ لان ما فيهوش حاجه، والوحده ممكن تخلي البني ادم يتجنن. هتقولي ليه؟ ما انا مجرب. هو حقيقي الباشمهندس دخل السجن ظلم؟ ايوه. يعني في ناس لفوا تهمه الاختلاس دي؟ ايوه. مين ولاد الكلب دول؟ اهلي. اسف ما تاخدنيش، لكن ليه؟ كنت مخطوبه لابن عمي وما كنتش بحبه، ولما كان بيتقدم لي اهلي رفضوه، هربت معاه واتجوزنا. طبعا الحركه دي لا مؤاخذه يعني، تلاقيها جننت اهلك. بالظبط كده، وبداوا يحاربوا كامل بكل الطرق علشان يسيبني. قررنا نسيب القرف ده كله ونيجي نعيش هنا في ارض عيلته. ما سابوناش، لفقوا لي تهمه اختلاس وساوموني، يا يطلقني يا يتسجن. فضل السجن على انه يبيعني انا وسلمى. تلاقيكوا قضيتوا سنين صعبه لوحديكوا انت وعزه وسلمى عزه. عزه اتهمتني وقالت اني السبب في اللي حصل لكامل، وده اللي هز البنت قوي. لان احنا الثلاثه مش طايقين بعض، مع ان وشنا في وش بعض طول الوقت. تعبنا قوي وبقينا فاضيين من جوه، يمكن ما بقاش عندنا اي عواطف او احاسيس. يمكن المكان ده هو السبب. الايام كلها بقت زي بعض، الليل زي النهار والنهار زي الليل، واحنا الثلاثه والبحيره والخلا وصوت الريح من حوالينا. هات الشوال ده وتعالى ورايا، وانت وسائل ما تخلصي تحصلين. بالاذن. طلعت الشمس للمغرب وفي حاجه ما منهاش فايده. ما منهاش فايده ازاي؟ زي ما بقول لك كده، ياما حاولنا ياما جبنا ناس تشتغل وصرفنا قد كده، وكل ما نصلح حته ارض البحيره تعلى وتغرقها، بس هي عنيده بتعند مع نفسها. عندي ايه؟ مكان على يدك، بيطلبوا قد كده وما بيعملوش حاجه، وكل ساعه شاي واكل وشاي وطفح، مصاريف على الفاضي كده يا بقى. اصل ما لهمش لازمه. طيب ذنبها ايه سلمى ولا انا؟ كان عندنا فرصه نبيع الارض والبيت، فرصه ابيع بتراب الفلوس عشان يقلبوها لي مشروع سياحي، يقلبوها يعدلوها يعملوا اللي هم عايزين يعملوه، احنا مالنا؟ المهم اننا نعيش على وش الدنيا زي بقيه الناس. انا ما بيعش ارضي وارض عيلتي، واخويا الله يرحمه ما كانش ناوي يفرط في شبر واحد من الارض دي، وده اللي انا لازم اعمله، والنتيجه دافنين نفسنا بالحياه في حته مقطوعه. شايف ان شويه مجهود وعرق الارض اللي مش عاجباك دي بكره تتفرج عليها، بس المهم ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض يعني. صح، بابا الله يرحمه كان بيقول ان البني ادم لازم يكافح علشان يعيش. المدرسة ايه بقى؟ مش ولا بد. مش ولا بد ليه بقى؟ ده انا ازعل منك. بابا الله يرحمه كان نفسه تطلع دكتورة. عارفة بصراحة ما حبيتش المدرسة. مش مدرسة؟ ليه ما تكسش هناك صاحبك؟ لا كنت مبسوطة. كان ليا اصحاب كتير. لحد ما في يوم بنت سلسلة حبها بعد منها. لا تفهموني ان انا اللي حبها. حاولت افهمهم ان انا مش ممكن اعمل حاجه زي كده. محدش صدقني. قال ان ابويا حرامي ودخل السجن، فمش ممكن يكون حد تاني غيري. ما بقتش عارفه ادافع عن نفسي ولا ادافع عن ابويا. حتى لما عرفوا مين اللي واخده السلسله واعتذروا لي، فضلت شايفه في عينيهم ان رايهم فيا ما اتغيرش. حسيت بوحده فظيعه، حسيت اني بتخنق، اعصابي تعبت. دخلت مستشفى، أول ما خرجت جيت هنا على طول. أنا مش عايزة أروح هناك تاني، أنا عشت هنا، أنا بحب هنا. صح هنا مفيش غير الغنم والمعيز والجبل والبحيرة، بس الحاجات دي هي اللي بعرف أتفاهم معاها وبحس بيها. هي كمان بتهيألي بتحس بيا وبتفهمني أكتر من الناس. تعرف أول واحد أتكلم معاه كتير كده بعد بابا. سلمى سلمى الله، شعرك حلو قوي. ليه باستمرار مخبياه كده؟ ها؟ خد. بزاية البندقية عشان ما تخسرش من الركنة. وانت بتعرفي تضربي بيها بقى؟ يعني بس سلمى بقى هي اللي شاطرة في الحكاية دي. سلمى؟ سلمى دي رقيقة أوي. صحيح، هي طبيعتها مش كده. بس كامل كان نفسه في ولد وما كانش بيخفي المسألة دي أبدا. البنت من حبها في أبوها كانت بتحاول طول الوقت تتصرف زي الصبيان، ده اللي أثر عليها. متتكلمش، استريح شوية. لازم يتعمل له كمادات مية ساقعة كل شوية. ها؟ طيب استريح وانت وانا هبدأ معاه. يلا. استنى هاتي شوية مية ساقعة. عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله، انا كنت حاطة ايدي على قلبي بس الحمد لله دلوقتي بقى كويس. الحمد لله.